لازم تحطي بصمتك يعني. ماشي. هيبقى شكلك ايه لما سيبك تقول لقلبك ايه عن حبيبك؟ هيبقى شكلك ايه لما سيبك؟ انا زي ما انت شايفه كده عندي شغل. ادعي لي بقى. ايه رايك يا كرم؟ حلو ده بنت العسل. تيجي معايا ازاي؟ انا رايح شغل. ينفع؟ ينفع؟ ما هي قاعده في البيت زهق. طب نعمل ايه؟ انا بكره هخرجك اوديك الفيشاوي عند الراجل ابو عود وفرجك على الاجانب اللي انت بتحبيهم. ماشي؟ لا راح في ايه؟ بكره النهارده الاجانب اجازه. يوم يعذب. انا مش عارف دي انا توت مني. انا مش قادر. لا محمد رسول الله عارف. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نتبارك يا حجة. اقعد يا حبيبي لما رأيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. تسلمي لي يا حجة. جاهز يا خال. يلا أبو سن. نتبارك يا حجة. مش هوصيك. الليلة تفرق معانا كتير وممكن تبقى بداية خميس. متقلقيش. اطمني يا حجة. كل اللي اتفقنا عليه هيحصل. اتفقتوا على ايه؟ وانتوا عاملين مؤامرة؟ مفيش يا أبو جمعة. وراك أهو. ادعي لنا يا حجة. مع السلامة. يجعل لكم في كل خطوة سلامة. ادعي لنا يا حجة. يجعل لك في كل خطوة سلامة يا خميس يا ابن بطني. يا رب استرها معانا. اتفضل يا فندينا. هنروح مشوار الاول يا خاله من الحفله. مشوار ايه اللي هنروحه يا خميس؟ اقول لك بالاذن. ثواني. عم زغلول. مين؟ عم زغلول. اهلا. ازيك يا فندينا؟ الحمد لله تمام. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله. فوتنا اخبارها ايه؟ نحمده ونشكر فضله. احنا كنا فين يا ابني؟ كنا فين؟ ربك لطف بينا على الاخر. الحمد لله ما انت كريم يا رب. طب ايه مش محتاجه حاجه؟ مستوره الحمد لله يا ابني. ما يلا خميس تاخرنا. يلا يا خال اهو جاي اهو. طب يلا يا ابني شوف مصالحك. ماشي. السلام عليكم. اتفضل يا عم زغلول. الله يكرمك. السلام عليكم. اتفضل يا راجل بركه. راجل بركه. يا لهوي على نظراتك. عسل يا مطني. يا خميس قول لي مشوار ايه اللي هنروحه قبل الحفله؟ اريك يا خال. اركب بس اركب. خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك من حروفك. سلام يا معلمي. ما قلتليش بقى مشوار ايه اللي هنروح؟ وابتدى المشوار. يا خوفي من اخر المشوار افدينا. يلا رمانة. أول مرة الحلو يكمل. بجد يا خميس؟ يعني عاجبك؟ عاجبني. القالب غالب يا رمانة ميزان الجمال والحلاوة. بموت في كلامك الحلو يا خمستي. أنا اللي بموت في كل حاجة. بحبك يا خميس. وأنا بحبك يا رمانة. بقول لك إيه؟ إيه؟ ما تيجي نخلع من الحفلة و نقضيها. الخال والد. مش بتقول لي خالك مستنيك؟ يلا بقى بطل دلع. طب انا بعت اجيب المعزوم.
طب نخلص من مشوار الحفلة الأول. ماشي. تفضلي يا ملكة. يتوب علينا ربنا. يلا بينا. أنت ماشي كده ليه يا خميس؟ دنيا وماشية بالمعكوم. آه يا دنيا. الله. آه يا دنيا. غرك البدل والفساتين كل ده شمال. هو يكون الشيطان ضحك عليكي وتهيألك ان انا نسيت؟ لا انا فوتها بمزاجي قصاده وقلت لنا ركن نتحاسب فيه. ليه بقى ان شاء الله؟ وانا كان ذنبي ايه؟ هو انا اللي كنت خدته من ايده وقلت له يروح يشرب الهباب اللي خلاه مش عارف يمينه من شماله؟ ولا انا اللي كنت سحبته من رقبته ودخلته عليا الاوضه وانا واخده راحتي على الاخر؟ يا حاجة خليكي منصفة. انصافي ليكي ان انا سايباكي على ذمة اخويا لغاية دلوقتي ومخليالك نفس في الدنيا وعازة في البيت. امشي عدل وما تخربيش على روحك. خضتيني. ايه على طول ضدي؟ ليا ذنب ماليش ضدي؟ بقولك ايه، ما تروحي تكلمي احسن. مياستك ومرقعتك عليه في الاوضة وصلتني. ولا تكونيش يا بنت فاكرة إن أنا نايمة على وداني. مياستي ومرقعتي؟ استغفر الله العظيم يا رب. عينيكي فتحاك يا روح أمك. بقولك إيه؟ لمي نفسك، لا تبص تلاقي روحك مرمية في الشارع زي قطط البلدي. عارفة القطط البلدي؟ نياو. كلمتين واقفين في زوري مش قادر ابلعهم. اشرب لك شويه ميه وابلعهم يا خال. انا ما بهزرش. ولا انا. قصدك ايه؟ رمانه مش كده؟ سايب النوع وابنه بيقسمه على تقيل وانت داخل صاحبالي في ايدك، كان لازمته ايه تجيب حفله زي دي؟ عشان انا عايز كده يا خال. هات يا جمال يا رب. بسم الله ما شاء الله، فريدة بتحلو كل يوم عن التاني. انت كنت مخبيها عننا ليه يا باشا؟ ولا مخبيها ولا حاجة، كانت مسافرة بره بتدرس كيمياء عشان تنفع أبوها. وبراءة كمان، الواد اللي فاضل لي بعد موت أخوه غريب الله يرحمه هو اللي ماسك كل شغلي، وكل اللي حلتي هيبقى ملكه بعد ما أموت. ربنا يديك طولة العمر يا معلم. الله يجبر بخاطرك يا باشا. اشرب يا معلم. اتفضل يا باشا. صحتك يا معلم.
كويس. شايف الشغل على اصوله؟ خليك انت اخويا لازم جنبها. يتوب علينا ربنا يا خال. خميس، هو انت يا اخويا تعرف صاحب الفيلا دي كلها منين؟ المصالح بتتصالح. المرض؟